سنة وانت طيب، 6 اكتوبر المولد النبوي، يا رب دايما في اعياد مصر ان شاء الله. يا رب دايما كده، يا رب دايما. والنهارده كمان يا جماعه عيد ميلاد كابتن خالد بيبو، بنقول له كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنه يا رب. ودنا بنتي. ايه؟ ودنا بنتي برضه. دنا؟ طيب تحب طيب تحب تقول ايه لكابتن خالد بيبو؟ لا كل سنه طبعا خالد بيبو من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي وليها تاريخ وعمل بصمه كبيره جدا، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق في ادارته لقطاع الكره باذن الله، قطاع الناشئين. ضحك ليه يا مهيب؟ كلمته الساعه 12 كلمته والله الساعه 12 عشان اقول له كرسان. طيب كنت يعني انت كلمته؟ طبعا. طب ما قلتليش ليه؟ يعني انا عارف الموضوع، انا عارف من خالد. طب انت ما قلتليش ليه يعني الخبر ايه؟ ان انت كلمت خالد بيبو؟ انا انت قلت لي هغير وهاجي الاوضه. طيب يبقى غلطه مين؟ طيب عايز رساله من كابتن مشير التبعي لصديقه وحبيبه اخويا كمان خالد بيبو. يا خلود كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ويعني عقبال كده العمر الطويل اشوفك. يعني انت اللي بتدور الكوره في مصر، يعني عشان انت راجل وابن حلال وقلبك ابيض، ومن الناس اللي الواحد كسبها في الكوره فعلا ما حدش يعرفه، ومن الناس القريبين لقلبي قوي. وانا كلمتك الساعه 12 عشان اقول لك كل سنه وانت طيب، انت ما ردتش عليا. وبعدين الناس سالوك امبارح ان انا كلمتك ولا لا، انت قلت ما حصلش، لبستني في الحيطه. كل سنه طيب يا خلود، واستنى تليفونك عشان ترد عليا. بس عايز اقول لك هو بينام بدري. يعني احنا بس لا بس هو النهارده يعني مناسبه. لا النهارده هو بص احنا اتكلمنا الساعه 10:30، قال لي انا كان بص بيتطوح عشان بس انا بس سهران النهارده عشان عيد ميلاده. طيب ما هو النهارده مناسبه. طيب يعني بس طيب. بقول لك هو تلاقيه نام، هو عمره ما يتأخر عنك. لا يخاف. عمره يعني الراجل عمره ما قصر يعني.